شد هاي قاب اخي مش ايش فيك عطيني لي بلا سكر نورمال في مخك ايش نحط فيها الزبده يا بدي اشرب هكا زوز سكر قد ايه تحب فيها 10 14 تفديت انا راه بصراحه وبلس لا ما عندكش كلمه انت والله تمرمدت انا في جرتك جاي في النقل جاي في النقل على اساس مساس تجي في طياره البوينغ انت تجي تكثر واحد ريتو يمشي على سقيف حيات صبعك كنفر من المشي الصبوع الكبير نتاعك برك يلبس 43 بارك الله فيه هذا ما يعنيش اللي انت طيحت لي قدري قدام المدام وطلعت ما عنديش كلمه طيحت لي قدرك تبيها ياسر ما طيحت لكش الصفه القداميه نتاع فمك يا اسمعني حشتي بيك في موضوع يا اختنا قال له موضوع قلت لك حشتي بيك في موضوع لنطيح لك فمك ما تبداش تعمل لي يكيكه بيديك يبيه شنو الموضوع نكمل نخرج الكهرباء من لافاج ونقعدوا في قهوه ونحكوا فيه بالقدا باهي انا نشربوا في قهوه احكي قلت لك يا سمير تو نعملوا قهوه ونمشوا نقعدوا ونحكوا بالقدا هام القهوه اللي كسرت لي بيهم راس انتو هذه قهوه بالله جبني لها والله كل قهوه اللي فيكم بلي هذيك قعدت في قلبي اتفضل يا سيدي انا جبتني لهنا قباني مليح ثم واحد باش يدخل القهوه كتشوفوا نحبك تهدوا بالله قديم عند سيادتك انا يا سمير اسمعني بك تحب تعرس بسيرين وناخذ لك كرهبه ولا ايه خويا لازمك تسمع كلامي تولي كلبي ها تولي كلبي تولي ما توليش كلبي نولي ما دامش ناخذ سيرين وكرهبه انت كلب شكون كلبك انت الهث قولك اتاك تتصرف كي تشوفه انت قول اتاك برك سمير اتاك هذي مش هذاك مش هذاك سامحنا اخويا كلب ماهوش مدرسي راه مازلت كي خذيته يا سمير مش هذاك في اي سي في اي سي في اي سي باهي الزدمه ذي تصدم عليه ديريكت اتاك اتاك وتسمع كلام نسمع كلام باهي تعرف بسيرين ناخذ لها كارت تعرف بسيرين تاخذ لها كارت اي باهي انبح او بلاهي وش عمل لك هو اموري شو عمل رد كارن برا لا خلي كلب خيري صحيح ولد زعلان محن محنك زعلان محن ادخل اوجيك فما جانب من الاغنيه اللي جاي مكتب وقت شي يجي باش ندخلوه توا يا مدام ما تحشمناش معاه مره تري خاتي مجيه الطفل تخلي في المخابرات انت طلعت زدتي ريسبتوره في امن الدوله عليه بجهرب الدار كيفاش طلعتيه خاتي مجيه كيما يقول المثل المصري اللي يسال ما يتوهش به اطفال اش تحبي جيت نطل عليك علي خيتي عاملة عملية عم صار الزايدة بطلي عليا بتفع عليك الحقيقة جيت نطل على صبري خطر البرنس خويا وصابش كل جمعة عجينا مصروفنا ليه انتي صنعت نجاري خلص فيكم ولدي بالجمعة بلاي نحب نفهم البرنس تسجد ولدي بشوق عدي يعاني فيكم طول عمره انتي وامك والله خاتي مجي على ربي من فوق وصبري من لو تكن بشوق نضيعه صبري خرج نساش نستنيه يا بتراه مش مشكلة ما عندي حتى مشكلة نستنيه هنا نقول لك يمكن ياسر يبات البرة هاني بحديك نستنيه بحال سافر بشي طول زعما خرج البلاد نستنيه هنا نقول لك ولدي هج صبري هج هي هج مالي خاتي مجي ما يسمكش تقعد وحدك في الدار هذي الكل يسمي نقعد نوانسك ودي فاش تعمل عندك ساعة شاد جريدة كيف في وجه وزيت شادها بالمقلوب ودي السيب سيب هذه لقطة شفتها في فيلم طلياني المافيا كيبدو حاجتهم بواحد يبدو تلفوا بجريدة هذوكم المافيا انت شريغمك متاع سيرك انت سيب لهنا هو وجي اوجي السيد نحكي لك عليه هسك من غير ما تحلب هذاك اللي قاعد مغادي هذاك اول تكاليه هبط يدك لنقص لك شوابك خليك اربع شوايه هبط يدك قلت لك ما تحلبش اسمعني اتاك انت خي ديريك تاتاك ما بشوي نحكي معاه بلغه بيه كان ما حبش هكا بدا يعمل فيها نبدلوا معاه اللغه نبدلوا اللغه به معنا نكونوا نحكوا معاه بالعربي نبدلوا نحكوا معاه بالفرنسي شنو نعملوا تو نخرج يخلص عليها في الحكايات ويخرج فيها ودي فاش دول فاش تحكي لا نتمتم وحدي قلت لك شوف السروال اللي تسكت معاه والله العظيم ما نقوم يا قعد يا سمير قعد وقت نقول لك امشي امشي يقعد لا ماشي التواليت باهي برا تحكيش معاه ها هادي ماشي
أنا ثلاثة. خاتي من جاية إلك نشوف الحشيشة ذي يكون في دار صبري، قول علاش ما نجيبوش شوية أرانب ودجاج ونربيهم لهنا. يا سيدي أول مرة تقولي كلمة في بلاصتها. والله يا لميس حتى نيجي بنقول علاش هالماء وهالحشيش بزيد ماشي حرام هكاك. وكان لازم نجيبو البقر. لا البقر هاو موجود. وتشوفي فيه؟ ثم بقرة نشوف فيها قدامي ما نشوفها كان ناي. أنا مانيش قاعدة نشوف فيها خاتي من جاية. عسلامة تا من جاية. أهلا لميس. أهلا بيك تفضل. ختمة يا بن عروس. شنو؟ ليه قلت هاي العروس جد؟ يعيشك ميرسي تا من جاية. اسمع صبري وين يعيشك؟ وعليش تسأل عليه صبري عزيزتي انتي؟ موديش دخلك انتي؟ ليه نسألو برا خاتي من جاية؟ والله يا زهر بنيتي خرج لا ندري عليه لا وين مشي لا وقتاش باش يرجع. بيه سامحوني انا داخلة ناكل خاطر جيعانة شوي. نهار كله هي جيعانة تفتف وتاكل ومرقاقة ما تفهميش حتى الماكلة وين ماشي. لطفو برا. وانت علاش تطلبي في اللطف؟ اختي نهار كامل يتنفخ في وجهها بالبوتوكس هذيك كل بشو ما يطلع مزيان. نفخينها بالفيتوكس؟ بالبوتوكس بالبوتوكس. اما يكذب عليك زيد مع الجمال الطبيعي شوختي من جايه. وانتي دافخينك بالفيتوكس؟ ندفع عليا. قومي جيبي طاسه السكر خلينا نعمر البراد. والبقره وين اللي قلت لي عليها بكري؟ هي ماشي تجيب في السكر. ما خليني نمشي نجيب التاي. وي شيري وينك؟ في القهوه اللي بحضر فارماسي. ليه جيت نطلب فيك خاطر توحشتك. اسمع شيري عندي دوبل ابل امي تكلم فيا استنيني لحظه. الو وي سيرين اش عندي نعمل بالله كدخفة صبري ضيع كل شيء فديت منه ومن امه من العيشه معاه كان مش زوز فرانك اللي عنده مين بان نغزر له.